يعطيكم العافية، زميلتكم رندا عساف راح أكون معكم بسيستم الجهاز القلب الوعائي اللي هو السي في اس الكارديوفاسكولار سيستم. راح أكون معكم بمادة الباثولوجي وإن شاء الله كمان بمادة الفارماكولوجي. بسم الله نبدأ. طبعا بدي تعرفوا إنه سيستم السي في اس من أحلى السيستمات اللي ممكن تدرسوها، تمام، لأنه فيها نسبة فهم كتير عالية، فبالتالي يعني الأشياء اللي رح نحكيها رح تكون جدا واضحة، تمام، وإن شاء الله إنه يكون كل إشي مفهوم وتكون كل أمورنا ممتازة إن شاء الله. طبعا أول باثولوجي رح نحكي عنه اللي هو من أهم الأشياء عنا بالكارديوفاسكولار سيستم اللي هي الانفكتيف إندوكارديتس. طبعا زي ما بتعرفوا إنه الهارت بيبدأ أول إشي من جوا بالإندوكارديوم، أوكي، نسميها الإندو يعني داخلية، بعدين بصير عنا إيش الميوكارديوم يعني نفس العضلة المسل، تمام، وآخر إشي بيغلفه اللي هو شو بسميه البريكارديوم. طبعا هدول إيش يعني زي ما نحكي اللايرز، يعني لو ناخد الهارت من جوا، أوكي، from internal to external يعني من جوا لبرا، تمام. فإحنا أول باثولوجي معنا راح نحكي عنه اللي هو الإندوكارديتس، معناته أنا عم بحكي على إيش، على inflammation جوا الهارت، تمام، لأنه حكينا الايتس اللي هي inflammation، فبالتالي الإندوكارديتس. وأيضا ضفنا عليها كلمة infective، معناته إذا إحنا عنا هون إيش viruses أو بكتيريا، تمام، هي سببت لي إيش التهاب الإندوكارديوم. فبالتالي شو الديفينيشن تبعها؟ زي ما حكينا انا عندي انفكشن، اوكي، وهذا الانفكشن يعني عم بحكي انه انا عاد عم بحكي انه شيء انسايد ذا هارت، تمام. وطبعا بتعرفوا انتم من الاناتومي والفسيولوجي، طبعا زي ما هتاخذوا الهارت انه بتكون عندي من صمامات اللي بسميهم الفالف، صح، زي مثلا انا هاي الصوره، تمام. فالفالفز طبعا راح تاخذوا وظيفتها بالضبط وشو بيعملوا وشو اسمائهم، تمام، بس طبعا يعني انه هي من خلالها طبعا بدهم تنظيم ايش انتقال عنا الدم، تمام، من القلب للاجهزه الاخرى. فبالتالي هاي الصمامات لما يوصل فيها انفكشن، اوكي، من وين؟ لاني عم بحكي انا هاي اشياء موجوده جوا الهارت، فبالتالي بالانفكتيف اندوكارديتس انا عم بحكي انه هاي الانفكشن وصلت وين عنا، على الكاردياك فالفز، فيري امبورتنت. وايضا يعني اكيد نسمع على الاندوكارديوم، ممكن يكونوا الاثنين مع بعض او انها بس توصل عندي على الاندوكارديوم بدون ما توصل يعني تتعمق للفالفز. طبعا في شغله جدا مهمه نعرفها عندنا بالانفكتيف اندوكارديتس اللي هي بسميها ايش فيجيتيشن. شو يعني فيجيتيشن؟ هي عباره عن ماس اوف ثرومبس، اوكي، يعني زي تخثر، تمام، وبكون كمان فيه نيكروتيك ديبريز، يعني ما انا عم بحكي انا عن اشياء ايش انفكشن، تمام، فصار عندي انا زي النيكروسيس، اوكي، وايضا ايش الكوزيتيف ايجنت او الاورجانيزم اللي هو المايكرو اورجانيزم، هدول كلهم مع بعض، اوكي، اذا بيعملوا لي شيء بسميه الفيجيتيشن. وهذا طبعا رح الاقيه عاده وين؟ على الفالف ليفلتس. شو يعني؟ يعني هاي الخيوط زي ما احنا شايفينها، هاي بسميها ايش انا الليفلتس تبعون الفالف. فهدول عاده وين بيصيبوا؟ الايورتيك والميترال فالف، فيري فيري امبورتنت. اذا تذكروا من اهم الشغلات اللي هي كفالفز انفولفد عندنا بالانفكتيف اندوكارديتس اللي هم عاده بيكونوا مين؟ الايورتيك فالف والميترال فالف. وهدول طبعا لما هتاخدوا بالاناتومي هم عباره عن ايش؟ فالفز بلاقيهم على الرايت سايد، اوكي، مش ما بلاقيهم على الليفت سايد، فانتبهوا. وتحديدا مع مين؟ مع الاي في دراج يوزرز. وزي ما بنعرف على الاي في دراج يوزرز، فبالتالي هي اول إشي بيوصل عندي ايش بالاي في، يعني بتوصل البلد لوين؟ للرايت سايد. فعشان هيك انتم عشان ما تنسوها دائما اربطوا انه والله ليش الاي في دراج يوزرز، تمام، عشان ايش بكونوا عندنا على الرايت سايد فالفز زي ما حكينا، لان اول منطقه بتوصلها مين؟ البلد. طيب بدي نفرق انا وياكم مع بعض بين شغله كتير مهمه اللي هي انها تكون اكيوت، اوكي، انفكتيف اندوكارديتس اور سب اكيوت، فيري 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 امبورتنت، وهي كتير بتيجي عليها اسئله، اوكي، يعني هاي اكزام ماتيريال، فركزوا معي. بالاكيوت عاده بدي تعرفوا مين عاده بشوف احنا بنحكي انفكتيف اندوكارديتس، طيب مين الانفكشن هاي اللي هي عاده بشوفها مع الستاف اوريوس، فيري فيري امبورتنت. اذا لما يحكي لك مثلا الستاف اوريوس مثلا موست لايكلي انها تعمل لي سب اكيوت infective endocarditis أو endocarditis it's a wrong state sentence. ليش؟ لازم أحكي أنا أنها associated more with acute
infective endocarditis. طبعا ليش هذا الاشي؟ لانه هي high virulent، يعني هي اقوى، تمام، عندها صفات معينة بهاي البكتيريا بخليها ايش، انها اقوى، فبالتالي لما تعمل لي الانفكشن بالاندوكارديوم، تمام، بيجيني اكيوت. الاكيوت تعرفوا انه طبعا بيكون مور سيفير، اوكي، وحتى بيكون السادن اونست تبعته. اين بينما السب اكيوت بتكون مع مين؟ مع الستريبتوكوكس، اوكي. ليش؟ انه هي lower virulent than mean than staph aureus. إذن very very important، حكينا الأكيوت تجيني مع الستاف أوريوس، بينما السب أكيوت عادة اللي بتعملها هي الستريبتوكوكس. طبعا هاي معلومة جدا مهمة تسألوا عنها كمان. فإحنا بقناها عم بحكي لكم إنها تجيني مع it's a high virulent، يعني قوية البكتيريا، فبالعادة بتصيب الفالفز اللي بيكونوا طبيعيين، أوكي، بيكونوا نورمال. وايضا الديفورمد، يعني شيء نفس الفالف عندي فيه مشكله، زي ما هناخد قدام طبعا، اللي زي امراض مثلا الميترال ستينوسس، تضيق، تمام، او الريجيرج اللي هو الارتداد، تمام. يعني انا هذا الفالف عندي مشكله فيه، يعني ما عم بشتغل طبيعي، تمام، سواء بانه صار عنده تضيق او انه هذا الفالف عم بيرجع الدم، اوكي. ما احنا بنعرف طبعا شو وظيفه الفالف، يعني هاي فالف مثلا بدي انقل البلد من هون لهون، تمام. فعادة طبعا بس يوصل على المكان محدد لازم هذا الفالف يسكر، فإذا هذا الفالف ضله مفتوح بيعمل لي مرض بسميه ريجيرج، يعني هذا بيكون مش مسكر، فبيقدر البلد يتحرك باي دايركشن ويرجع على المكان. طبعا هذا الشيء بيزيد عنا البريشر، طبعا هذا رح تاخذوه بالتفصيل ايضا بالفسيولوجي، تمام، بس هيك كجنرال اوديا مهم تكون عندكم عشان تفهموا شو يعني ديفورمد فالف، سواء كان عندنا ايش، ستينوسس او ريجيرج. طيب اذا هاي جدا مهمه، السب اكيوت اللي هي بتعملها الستريبتوكوكس بس بتصيبنا على الديفورم فالف، يعني هذا الفالف لازم يكون فيه مشكله، تمام، يعني الفالف فيه مشكله، ولا يمكن الستريب انها تقدر تعمل مشكله عندي او الاندوكاردايتس، اوكي، وتوصل عندي على الفالفز، اوكي، اذا كان هذا الفالف نورمال، اوكي، لازم يكون ايش، فيه مشكله. فعشان هيك لانها هي عباره عن لو فيريولنت، فيري فيري امبورتنت، هاي زي ما حكينا الافكار تفهموها، تفهموها معي، وراح نعيدها عشان ترسخ ببالكم، بدي تطلع من المحاضره وانتم متقنينها معي. اذا نعيد كمان مره، انا حكينا على الاكيوت، والاكيوت انتم دائما تذكروا اكيوت، فبالتالي هي مور سيفير، صح؟ تخيل انت لما إشي يصير عندي اكيوت وفجاه، معناته هذا الاورجانيزم قوي فيريولنت، فبالتالي احنا عم نحكي عن مين؟ عن الستاف اوريوس، وزي ما حكينا، فبالتالي هي هتقدر انها تصيب عنا الفالف، سواء كان شغال امور طبيعيه ما فيه اي مشكله، او كان فيه مشكله، سواء زي ما حكينا تضيق، او انه هذا الفالف بيعمل لي ايش، زي بيرجع البلد، اوكي. بينما عكسها تماما اللي هي السب اكيوت، السب اكيوت هي مع الستريبتوكوكس ما بتكون هاي الاورجانيزم فيري فيريولنت، فبالتالي هي لو فيريولنت، اوكي، فبالتالي بس بتقدر تعمل انفكشن وانفكتيف اندوكاردايتس وتوصل على الفالفز اللي they are deformed، فيهم abnormalities. اذا كان عندنا النورمال فالف most likely اني الاقي مين، الستاف اوريوس. فبالتالي البروجريشن هيك منطقي صار انه رابيد، صح؟ احنا حكينا اذا مور سيفير اكيوت فبالتالي سادن، فبكون عند البروجريشن برضه رابيد، بينما سلو بلاقيها مع السب اكيوت. طبعا الريسبونس انه شو معناته؟ بيعمل لي ايش؟ destructive، يعني بيخرب عنا الكاردياك فانكشنز، تمام، ممكن يؤدي لبرضو هارت فيلير، يعني ايش، فشل بالقلب، تمام، عضلة القلب والشغل تبعه، يعني بالتالي القلب ممكن ما يقدر يعمل وظيفته اللي زي ما احنا بنعرفها ببساطة، اللي هي انه يضخ الدم لأعضاء الجسم. فبالتالي لانها اتس اكيوت، وزي ما حكينا عندها هاي فيريولنس، اوكي، فبالتالي بتعمل لي ديستركشن وبتخرب، وممكن انها توقف عمل القلب وتضعفه، وممكن انها تؤدي للهارت فيلير. بينما السب اكيوت لا، بتكون ليس ديستركتيف، يعني ما بتعمل لي دامج، هاي دامج وفشل مثلا بعضله القلب، زي ما بلاقي مع مين، مع الاكيوت اللي هي اسوشيتد مع مين، مع الساف اوريوس. الدث بالأكيوت كيسز اللي هي بتيجي مع الساف أوريوس بتكون 50%، فهذا الإشي معناته إنه it's a serious infection، أوكي، بتعمل مع الانفكتيف إندوكاردايتس. بينما مع الساب أكيوت اللي هي مع الستريبتوكوكس بالعادة بيصير عنا الريكفري، يعني بتحسنه، تمام، مع الإيش، مع الأنتيبيوتكس، أنا زي ما حكينا انفكشن عندي بكتيريا بتسبب هذا الإشي، فبالتالي مع الأنتيبيوتكس مش عنا ريكفري. بس الدث بنص المرضى اللي بصير عندهم انفكتيف إندوكاردايتس due to staph
infection اللي هي بتعملي acute, فبالتالي it's a serious type of infection مع ال infective endocarditis. طيب نيجي نحكي عن الأسباب وشو الباثوجينيسيس بالضبط اللي بيصير عنا بالإنفكتيف إنتوكاردايتس. طبعا بيكون عندي أنا إيش زي ما حكينا بكتيريا, أوكي, هي سببت هذا الإشي أو إنفكشن بشكل عام, يعني سواء كان بكتيريا أو فيرال أو كذا, فبالتالي هذا بينتقل عنا بالبلد, أوكي, فبسميها اللي هي هيماتوجينس إنفكشن, أوكي, دائما نسمع كلمة هيماتوجينس يعني إيش بالبلد موجود. زي ما حكينا مثلا مرضى الاي في دراج ابيوزرز, يعني ايش معناته, يعني بياخذوا زي نيدلز تمام وبحقنوها تمام, بتوصل عنا على الفينس سيركيليشن, وبعدين زي ما حكينا اول شيء بتوصل عنا بتلتقي زي ما بتعرفوا بالفسيولوجي والاناتومي انها بتوصل عنا على ايش رايت اتريوم, اوكي. فبالتالي مع الاي في دراج ابيوزرز وتحديدا شو فكرتهم هدول, انه هم اصلا شو الفكره انه بضلهم يستخدموا نفس النيدل او النيدل نفسها اصلا بين بعض, يعني مثلا بين اشخاص بتناولوها بين بعض تمام, فهاي هي اللي بتسبب انه عندي الانفكشن تنتقل عنا من السكن تمام, توصل عنا على الهيماتوجينس على البلد, وبتنتقل زي ما حكينا بتوصل عنا على الفينس وعلى الرايت سايد تحديدا اول شيء. فاذا هاي الفكره انه فيري فيري امبورتنت, خلوا بالكم انه ايش هي الفكره, انه بضلهم يستخدموها يعني ريكرنت ما بغيروه. تمام, يعني بضلها او زي ما حكينا انها انترتشينجبل يعني بين الاشخاص مع بعض, او ممكن هذا الشخص يكون ايش يتعرض لاي بروسيجر. شو يعني؟ زي مثلا عمل اي اجراء عنده بالاسنان تمام, هاي فيري 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 كومون نشوفها عند مريض, بيجيك سيناريو بيحكي لك انه هذا البيشنت مثلا من كم يوم, اوكي, انه راح مثلا على الدنتست او راجع مثلا دنتال كير, فهمتوا علي؟ يعني هيك بجيب لك اياها. فبالتالي انه هو عمل بروسيجر بعدين اجاك باعراض اللي هي الانفكتيف اندوكاردايتس, فبالتالي انه هو عن طريق هاي البروسيجر, اوكي, من الادوات استخدمها او مرض من الابر تمام, ايش نقل له انفكشن وصل عنا على الهيماتوجينس, اوكي, على البلد, وصلت عنا على الهارت. او ممكن يكون هو عمل سيرجري اي جراحه, نفس الفكره انه بالبروسيجر من الادوات اللي استخدمها ممكن التولز من الابر تمام, نفس الفكره انه نقل له عندنا infectious agent وصل عنده على البلد, فبالتالي وصل عندنا على الهارت. ممكن يكون عندنا source of bacteremia, اوكي, شو يعني bacteremia؟ يعني عندنا البكتيريا بالدم تمام, بكتيريا موجودة وين؟ بالدم. دايما تسمعوا كلمة ايميا يعني معناته انا بحكي على ايش؟ على البلد. هون ايش صار عندنا؟ زي ما حكينا انه صار عندي انا ايش انجري بالسكن, يعني مثلا بغض النظر عن زي ما مثلا فكره التعرض ممكن هذا البيشنت لاي مثلا جرح معين, اوكي, ممكن هاي انه انتقل صار عنده جروح بالسكن وصلت من السكن قدرت تفوت عنا على البلد وتنتقل وصلت عنا على الهارت. الكوزز زي ما حكينا عاده بالبكتيريا اللي هم بشوف مع الالفا هيموليتيك تحديدا استريب. طبعا تعرفوا انتم الالفا هيموليتيك والبيتا هيموليتيك ستريبتوكوكسا, يعني مش اشي جديد عليكم. الالفا هيموليتيك اللي هم زي ما نعرف النمونيا تمام, استريب نوما والستريب مين فريدنس, فبالتالي تحديدا الفريدنس, اوكي, بالستريب هي بتعمل لي من 50-60% تمام من الكوزز لمين للانفكتيف اندوكاردايتس, فبالتالي النسبة الأكبر اللي هي بتروح لمين؟ للستريبتوكوكسا. وطبعا هذا الإشي أحسن لأنه تخيلوا أنه إذا إشي هاي فيرولنت وبصيبني بشكل أكتر, فبالتالي هاي مشكلة كان أنه أي حدا بنصاب فيه بيعمل له مشاكل أسوأ ودستركشن, وزي ما حكي أنا بيوقف عضلة القلب أو بيقدر فشلها. فبالتالي إشي أنه الأحسن أنه تكون اللو فيرولنت هي الإيش اللي بتعملي معظم causes للinfective endocarditis. وزي ما حكينا it attacks deformed valves. انتبهوا لما تجيك انها هي it attacks the normal valve, it's a wrong sentence تمام, انتبهوا لها. لما احكي على النورمال بالتالي انا بحتاج لبكتيريا اقوى انها تعمل لي ايش تقدر توصل invasion وتوصل لمين للفالف, فبالتالي اقوى احنا حكينا مين staph aureus, بالتالي انا بحكي عن acute infection. طيب الستاف اوريس تعملي بس 10-20%, طبعا نسبة مش قليلة بس ايضا بنعيد انها مش النسبة الاعلى. فاتاكس سواء كان healthy او deformed valve,
النورمال او ديفورمد. مش تخربطوا، انا بس بتعمل النورمال. هي زي ما حكينا، هي اصلا اذا بتعمل النورمال 100% رح تعمل على الديفورمد فالفز، لانه زي ما حكينا انا بدي هاي فيرولنس اكتر عشان اقدر اخرب النورمال فالف. فبالتالي اذا انا قادر اخرب النورمال فالف، فانا اكيد باثر على الفالف اللي اوريدي ابنورمال. تمام. وتحديدا الساف اوريوس، هذا من فيري 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 امبورتنت. انتبهوا اذا اجاكم بالسؤال حط لك انه البيشنت هيز اي في دراج ابيوزر، او بياخذ مثلا اي ادكتد لشيء معين مثلا، او بحكي لك انه بضل ياخذ ابر مثلا، تمام. فيري فيري امبورتنت هون لازم ضروري تفكر بالساف اوريوس. فيري امبورتنت ليش؟ لانه لازم نعرف اصلا مين اللي بلاقيها على السكن. فبالتالي مع الاي في دراج ابيوزرز، فبالتالي بتنتقل عنا من السكن بتوصل على البلد سيركيليشن، وبتوصل عنا على الهارت. فيري امبورتنت، انتبهوا لها كيورد. اذا شفنا كلمه اي في دراج يوزرز وصار عند البيشنت انفكتيف اندوكارديتس، انا قاعده عم بحكي عن ايش؟ عن ساف اوريوس. انت البروفن اذروايز فيري فيري امبورتنت، مش تحطوها ستريب. اذا اي في دراج ابيوزرز انا بحكي عن ساف اوريوس. طبعا ممكن زي الستاف ابيديرميدس كمان، اللي هي زي ما نعرف كواجوليز نيجاتيف. طبعا اي شيء غير الستاف اوريوس هو كواجوليز نيجاتيف. ات اتاكس وات بروستاتيك فالف، فيري امبورتنت، فيري فيري امبورتنت. هون شو بيجيكم كيورد؟ شو يعني؟ يعني مثلا انت شفت حط لك بالسؤال اي في دراج ابيوزرز، وحكى لك مين اللي مثلا اللي عملت هذا الاشي، هي الالفا مثلا هيمونيتيك ستريب، او هي الستريب فريدنس. غلط. هي مين اللي مين؟ زي ما حكينا الستاف اوريوس. حط لك بالسؤال انه البيشنت اوريدي مركب بروستاتيك فالف. شو يعني بروستاتيك؟ يعني صناعي، تمام. يعني هو اوريدي عنده الفالف خلص ضرب، ولازم يبدل ويحط صمام اخر جديد. فهذا صمام صناعي، اوكي، هو حاط بروستاتيك فالف. فبالتالي هون انا لازم بتكون شو الموست كومن كوز اوف انفكتيف اندكور ذات صار عند هذا البيشنت، هي عباره عن الستاف ابيديرميدس. انتبهوا، هيحط لكم ستاف اوريوس وستاف ابيديرميدس. هون تختاروا، اذا حكى لك بروستاتيك فالف لازم تختار الستاف ابيديرميدس. فيري فيري امبورتنت هون، تمام. اذا هاي معلومات جدا مهمه. وطبعا في اشياء بتعملها بكتيريا، اوكي، بس لما اخذ انا كلتشر بيعطيني نيجاتيف. فهي بسميها ايش؟ اني انا ما بلاقي اورجانيزم، اوكي، لما اخذ انا بلد كلتشر، فهي بسميها الكلتشر نيجاتيف اندوكاردايتس. شو معناها؟ واضح جدا. يعني انا هون انتبهوا، اذا حكى لك بالكلتشر نيجاتيف اندوكاردايتس انه انا ما عندي بكتيريا، مش البكتيريا المسببه، غلط، تمام. لانه عندنا احنا 10% ممكن انا ايش يكون عندي بكتيريا بس ما تبين عندي بالكلتشر، اللي هي بسميها زيك انه ما في اورجانيزم بقدر اخده، فبالتالي الكلتشر نيجاتيف بس هي بتكون موجوده. يعني الكوز هو بكتيريا انفكشن 10%، باخذ كلتشر ما بلاقي اي اورجانيزم صار له جروث. انتبهوا لها، لانه في انتيتي لحاله اللي هي نن بكتيريال ثرومبوتيك اندوكارديتس. شو يعني؟ يعني مش البكتيريا اللي عملت الاندوكارديتس، مش البكتيريا هي السبب الانفلاميشن اللي صار عندنا. بينما هون لا، 10% بيكون عندي الكوز بكتيريا، بس لما اخذ على الكلتشر بيكون ايش؟ الكلتشر نيجاتيف. طيب، طبعا الريسك فاكتورز احنا من ذكرناهم، اوكي، زي ما حكينا انا اي ديفورمد او كاردك ابنورماليتيز حكينا عاده مع الستريب، وطبعا الستاف بتعملها، اوكي، لانها الستاف تشتغل على الديفورمد والنورمال. البروستاتيك هارد فالف زي ما حكينا، ذكروا عنا هون الابيديرميدس، اي في دراج ابيوزرز لازم ايش تحكوا ستاف. فيري 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 امبورتنت ساف اوريوس، طبعا very important. فاحنا زي ما حكينا يعني كل هدول risk factors، واحنا ذكرناهم اصلا. يعني انا بلاقي هالبكتيريا مع مين؟ مع هدول patients، وبالتالي هاي كلها risk factors تعتبر. فبالتالي اذا احنا كنا فاهمين الاشياء اللي قبل، هاي points جدا سهلة بالنسبة لكم. طيب نيجي نحكي على المورفولوجي، يعني كيف انا بلاقي شكلها، تمام. لما بتاخذها grossly بلاقيها ايش؟ friable. شو يعني friable؟ يعني زي كأنها هشة، تمام. طلعوا كيف هيك؟ طلعوا هون، هاي عبارة، وهي احنا طبعا هون تقريبا هاي شايفين احنا ليفلت سيجمنت، هون احنا عند الفالف، تمام. بالتالي بتعمل لي فرايبل، فيري امبورتنت، خلوا بالكم، اوكي، بلكي زي ما احنا شايفينها كبيرة، اوكي، ديستركتيف بخرب الشكل. يعني نورمالي مش الفالف هيك بكون شكله، صح؟ طيب، عادة بلاقيها زي ما حكينا على الهارد فالفز، اوكي، ممكن تكون سنجل، اوكي، ممكن تكون واحدة بس، او مالتيبل. ممكن تعمل لي على one valve مثلا بس تجيني على المايترال، ممكن تعمل على aortic، ممكن تعمل على both مثلا. فممكن تكون ايش؟ تأثر لي على one valve او اكثر من valve، زي ما حكينا ممكن تكون single multiple. طبعا ممكن تعمل لي erosion، يعني erosion يعني زي كأنها توصل، اوكي، عدت ووصلت وين؟ عنا على المايوكارديوم،
اوكي، وبتعملي هون ساعتها ايش؟ ابسس كافيتي. ابسس كافيتي اذا اذا وصلت عنا على المايوكارديوم اللي هي العضله تبعت القلب المسل، اوكي بتعمل لي ايش؟ ابسس. ابسس او بسميها الرينج ابسس، فيري امبورتنت. طلع هون عنا هاي الصوره، هون عنا هيك زي تجويف كتير كبير، تمام؟ هاي عباره عن ابسس، انه هاي البكتيريا وصلت عندي على المايوكارديوم وعملت لنا ايش؟ بس يعني هو بالعربي خراج. طيب ممكن يصير عندي شيدنج اوف امبولاي. شان شيدنج اوف امبولاي معناته انه هالامبولاي زي كانها انتقلت ووصلت لمكان تاني، يعني بطلت بالهارت، ممكن تروح لاي مكان بالدم، وممكن توصل على البرين، توصل على الكيدنيز، تمام؟ فبالتالي هاي ايش بتصير عنا؟ بتعمل لي ابسس بالمكان اللي وصلت له، تمام؟ فهي بسميها المكان اللي بتوصله اللي هي وير امبولاي لوج. شاني لوج يعني زي كانها خلص رست، اوكي مش هي صار لها انتقال. يعني مثلا هاي انا الهارت عندي، عندي هون ايش؟ ثرومبس. صار لها ايش؟ هاي انتقلت ووصلت عندنا مثلا على البرين، تمام؟ فبالتالي هون هاي بسميها انها الامبولاي عملت لوجمنت هون، لوج اوكي، يعني رست هون، وهون هي صار لها ايش؟ شيدنج وشاورينج، اوكي، فوصلت عندي على البرين وبتعملي ايش؟ زي ما حكينا ابسس بالمكان اللي وصلت له، اوكي. وايضا ممكن تعملي ايش؟ سيبتيك انفاركت. سيبتيك اوكي، لان هي زي ما حكينا وصلت برضو على البلد، وايش بتقدر تعملي؟ انفاركشن، تجلطات، وممكن تعملي ايضا ايش؟ انيوريزمز. طبعا رح نحكي عن انيوريزمز بمحاضرات لحال بالباثولوجي، بس اللي هي فكرتها زي بصير عندنا بنفس الفيزلز، بس هو ما اللي بصير عنا ايش بالانيوريزم اللي هو دايليشن بالبلد فيزلز، ممكن يؤدي الى تعملي رابتشر وجمع البلد فيها. فبالتالي هاي هي ايش هون شايفين هذا الاشي؟ طبعا الفارد نورمالي انا ما الاقي هذا النقاط البنية هيك المدورة، هاي ما بي اشياء، هاي شو اسمها؟ ممكن هيك يجيب لك سامي ايش لك يحكي لك نيم ديس، اللي هي اسمها ايش؟ زي ما حكينا الفيجيتيشن، تمام؟ فيجيتيشن حكينا هي عبارة عن الدبريز، عن مايكرو اورجانيزم اللي بشوفه، عبارة عن ايش؟ عن الثرومبوتيك ماس، تمام. طيب نيجي نحكي الآن بعد ما وضحنا شو الأسباب، تمام، شو اللي بالضبط صار عنا، شو الريسك فاكتورز، مين الكوزز، نيجي نحكي الآن، والمورفولوجي طبعا، نيجي نحكي الآن شو الكلينيكال فيتشر. طب احنا عارفين كل اشي هلا عنها، طيب بس مش عارفين طيب شو السيمبتومز تبعونها، كيف بيجوني هدول المرضى، صح؟ فبالتالي هاد very important تعرفوه. بداية ما أنا عم بحكي أنا عن infection وعن بكتيريا تحديدا، فخلوا بالكم إيش؟ fever. fever very important، تمام؟ إذن infective endocarditis هي fever is the most إيش consistent sign، إذن بالعادة لازم ألاقي معهم fever. وذكروا ما أنا بحكي أنا عن إيش؟ عن بكتيريا infection. بال subacute cases اللي هي بتصير مع الاسترب، عادة ممكن ألاقي إيش؟ splenomegaly، اللي تضخم بالإطحال، تمام. ميرمرز، طبعا الميرمرز هدول جدا جدا مهمين عندنا بالسي في اس، اوكي، اللي هي عدم ايش زي الانتظام، تمام، بضربات القلب، تمام، زي ما راح تاخذوا انتم في بالهارت ساوند، عندكم الاس 1 عندكم الاس 2، تمام، بصير نسمع اشياء زي اس 3 اس 4، كلها شغله بسميها ميرمرز. فهدول فيري فيري امبورتنت، طبعا راح تاخذوهم بالتفصيل بمحاضرات الفسيولوجي، اوكي، بس تعرف هو دائما بالمرضى، يعني اي باثولوجي عندنا، اوكي، بالهارت ممكن يسبب لي ايش؟ ميرمرز. فهدول بلاقيهم نسبه 90%، يعني نسبه جدا عاليه، اوكي، تحديدا مع الليفت سايد ليجنز اللي بتصير عندنا ايش؟ انه هاي البكتيريا وصلت عندي على الليفت سايد هارت، اوكي، الفالز الموجودين على الليفت سايد، عاده بشوف معهم الميرمرز اكثر من انها على الرايت سايد، اوكي. بس طبعا الاثنين بشوفهم، بس مين النسبة الأعلى بشوفها لما يكون ايش موجود عندي على left sided. ممكن المايكرو امبوليزم تعمل لي give rise، هدول very 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 important signs، اوكي، بشوفهم مع مين؟ مع الانفكتيف اندوكاردايتس، لازم يكونوا ببالكم انفكتيف اندوكاردايتس شو هم. اول واحدة اسمها بيتيكيا. شو يعني بيتيكيا؟ يعني بصير عندي بنفس البلد فيزلز بشوفها زي كأنه فيهم bleeding، تمام. ممكن يصير عندنا السبلينتر هيموريدج، فيري 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 امبورتنت سبلينتر هيموريدج، اللي هي هاي الصوره، هاي اسمها شو؟ السبلينتر هيموريدج. سبلينتر هيموريدج بشوفها مع مين؟ مع
بشوفها مع الانفكتيف اندوكاردايتس فيري امبورتنت. بتجيك هاي الصوره بحكي لك شو اسمها. هي عباره عن سبلنتر هيموريدج. شو الموست كومن دايجنوستس عندك؟ اوكي اللي هي الانفكتيف اندوكاردايتس. ممكن نسالك مثلا ايش ممكن اذر ساينز ممكن تشوفوها، او مثلا نحكي لك انه البيشنت مثلا صار عنده سبلنتر هيموريدج، يحكي لك عنده فيبر وكذا وكذا، شو الموست لايكلي؟ ممكن يحكي لك مثلا كذلك الامر انه عنده سبلنتر هيموريدج اوكي، وهيز مثلا اي في دراج ابيوزرز، شو الموست كومن اورجانيزم اللي عمل له هذا الشيء؟ الجواب هو الستاف اوريس. طيب الريتينال هيموريدج بسميهم ايش؟ روث سبوت. اذا صار عندي ريتينا طبعا اللي هي الشبكيه، اوكي شبكيه العين تمام، بالتالي صار في ايش؟ نزيف عندنا هناك اوكي، تسمى الروث سبوت. وين هاي؟ بالانفكتيف اندوكاردايتس. اذا فيري فيري امبورتنت. يجيك مثلا طبعا انا هاي بنسميها الاوفثالموسكوب تمام، اللي هي زي كانك بتعمل انت منظار للعين تمام، فبتشوف انت هاي النقاط شايفينها، هاي النقاط طبعا نورمالي انا ما بشوفها اوكي، هاي هيموريدج، انا عندي هيموريدج هون جوا، عندي جوا الرتنا بالعين تمام، فبالتالي هاي بتدلني على انه انا هون عندي ايش؟ انفكتيف اندوكاردايتس اوكي، ومريض بيجيك عندك فيفر اوكي، وعنده ريسك فاكتورز مثلا عامل بروسيجر معين اوكي، دندر كان مثلا عامل عمليه من كم يوم زي ما حكينا، ممكن يكون على رايح على طبيب اسنان، هاي الشغله جدا مهمه. بتشوف انت عنده مثلا بالايز اللي هي عنده الروث سبوت، شو اسمها هاي؟ اذا الريتينال هيموريدج، اذا الروث سبوت حكالك كلمه روث سبوت. طب هي عباره عن شو؟ زي ما حكينا اتس ريتينال هيموريدج. وين بشوفها؟ بالانفكتيف اندوكاردايتس. بصير عندنا بالايز شو بلاقي عندهم الفايندينجز اللي هي الروث سبوت، فيري 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 امبورتنت. طيب نيجي نحكي على الاشياء اللي بشوفها وين؟ على البالم وعلى السول اللي هي الـ يعني باطن القدم والإيد تمام. شو بنلاقي؟ بلاقي إشي بسميه الجانوي ليجنز. طبعا هدول جدا مهمين تحفظوا شو أسمائهم، هدول فيري 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 هاي يعني هاي ممنوع أنت تكون طبيب ما تعرف هالأشياء تمام، هالأشياء كتير بتهمك سواء كانت أنت عشان تقدم امتحانك أوكي، أو أنت لقدام تكون طبيب ناجح وشاطر تمام، وبالكلينيكال وين ما كان لازم هدول جدا، هدول ساينز فيري امبورتنت وكتير بحبوهم تمام، فلازم تكون انت حافظهم وتعرف الاسم، يعني مش بس تعرفها كشكلا اه وانا بشوفها مع انفكتيف اندوكاردايتس، لا لازم تكون عارف اسمها وهي توصفها كمان نفس الوقت تمام. فبالتالي الجانوي ليجنز هي عباره عن شو؟ عن بينلس، انتبهوا فيري امبورتنت. طبعا هاي بتغلط فيها بالامتحان، بيجيب لك انها اتس بينفول. الجانوي ليجنز ما بتكون بين، ما يعني ما فيها وجع، بتكون بينلس، انتبهوا بينلس. بلاقيها على البالم والسول، بتكون طبعا ايش؟ اريثماتس اوكي، لونها احمر. بالتالي ها هي الجانوي ليجنز زي ما حكينا احنا هون، نطلع على البال شايفين اشي احمر اوكي، بيحكي لك مثلا هاي ممكن يجيب لك هاي الرسمه اوكي، ويحكي لك انه انت مثلا بتضغط على ايد البيشنت وهاي الشيء سبب له الم مثلا، وبيحكي لك وبرضه من الجمل الثانيه انه هاي مثلا اسوشيت مال انفكتيف اندوكاردايتس، بيحكي لك انه مثلا مالي البيشنت مثلا كان عامل بروسيجر معين مثلا سواء سيرجري او دنتل، وهاي الاشياء مثلا بيحكي لك most of the cases بالعادة بيكونوا مع السرب مثلا اوكي، ف او وبحكي لك شو الجملة الغلط طبعا اللي هي اول واحدة، لانه زي ما حكينا انه الجينوي ليجنز، لانه هو وصف لك انه هو انفكتيف اندوكاردايتس وانها موجودة عندنا على البالم اوكي، بتكون ارديما، ممكن يجيب لك اياها على صورة باطن القدم وبحكي لك انها painful، it's not painful it's painless، فبالتالي لما اضغط عليها ما في وجع. هلا اوكي بكون البيشنت حاس فيها انه اكيد، بس انا اقصد انه هي ما بتكون بتوجعه، يعني فاهمين علي؟ يعني ما بتسبب له الم، اللي هي يعني في فرق انه البيشنت حاس فيها طبعا بحس فيها، بس الفكره انه ما بتكون سببت له الم. عكسها اللي البينفول بلاقيها عاده بالفينجر تيب، يعني على طرف الاصابع اوكي، وبتكون بينفول اللي هي ايش اسمها؟ الاوسلر نوتس. اذا هون هاي مثلا، هون انا عاده عم بحكي عن اسر، يعني انا هذا بالم، لا هاي ايش؟ الفينجر تيب اوكي، وهاي ايش عباره؟ اذا حكى لك مع انفكتيف اندوكاردايتس اتس بينفول ولا بينلس؟ اتس ا بينفول، انتبهوا. بتجيب لك مثلا all of the followings مثلا regarding the features بال انفكتيف اندوكاردايتس ار كوريكت اكسبت، بحط لك مثلا انه الجانوي ليجنز از بينلس، بحط لك الاوسلر نودز بينلس مثلا، وبحط لك سبلنتر هيموريدج، وبحط لك بيتيكيا او روث سبوتس او هاي الاشياء. طبعا شو الجمله الغلط؟ اللي هي الاوسلر نودز انها
بينلس. احنا حكينا ان الاوسلر نوت انها بينفول، انتبهوا. وممكن مرات تحط لك التنتين غلط، يعني حط لك مثلا ان الجانوي ليجن انها عباره عن بينفول مثلا وبينلس الاوسلر نوت مثلا، وحط لك روث سبوت وحط لك كمان جمله غلط، اوكي، واحكي لك مثلا شو الصح، فبتختار انت ساعتها مين الروث سبوت وهكذا الامر. يعني انا بهمني جدا تعرف شو اسم الليجن، وين بشوفه، وين اللوكيشن تبعه، وشو هو اصلا. يعني مثلا شو اوكي شو اوكي تعرفت مثلا روث سبوت، طب شو يعني، يعني ريتن الهيموريج بشوفها مع الانفكتيف اندوكارديتس. طيب عرفت انه مثلا على الفينجر تيب مثلا كنت اشوف اريديما، طب شو اسمها هاي الليجن، اسمها الاوسلر نوت، طب از ات بينفول اور نوت، اتس بينفول، وهكذا الامر. تمام، عرفنا هون كيف تيجي الاسئله، very important. وطبعا عاده كيف بشخصها، ما قد باني بحكي عن بكتيريا، اوكي، بكتيريا انفكشن، فبالتالي ايزي اللي هي بستخدم مين كلتشر، بالعاده بوزيتيف كلتشرز، اوكي. وزي ما حكينا انه طبعا في 10% بتكون ايش الكلتشر نيجاتيف، اوكي، وهي very 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 important على الايكو كارديوجراف. الايكو هو الموست ايش ديفينيت واي لاني اشخص مين فور انفكتيف اندوكارديتس دايجنوستس. انتبهوا لها، اللي هي الايكو. شنو ايكو؟ يعني انا بصور القلب زي كان بعمله الالتراساوند تبع الهارت، اسمه الايكو، very very important. اذن هو اكتر اشي ايش بستخدمه، احسن طريقه لاني اشخص الانفكتيف اندوكارديتس. طيب هلا في عندكم جدول محاضره محطوط عنا كيف انا بدي اشخصها للانفكتيف اندوكارديتس. طبعا لها كرايتيريا معينه، اوكي، بهمني تتذكروا انه في اشي بسميه الميجر كرايتيريا واشي بسميه الماينر كرايتيريا، هلا ما تحفظوا الاشياء اللي جواتها، تمام، بس جدا تعرفوا، المهم تعرفوا انه عندي انا ميجر كرايتيريا. شو يعني؟ يعني كرايتيريا انه كبرى وصغرى، يعني لازم اشياء تتوفر عندي بالميجر واشياء تتوفر بالماينر عشان اقدر احكي انه ايش، انه هذا البيشنت فعلا عنده الاندوكارديتس. بس هاي بدي تعرفوا انه عندنا كرايتيريا معينه فيها ميجر كرايتيريا وعنا الماينر كرايتيريا، تمام. يعني مو بس مثلا خلص البيشنت عنده مثلا سيمتوم واحده خلص والله اتس انفكتيف اندوكارديتس، لا مش هيك، تمام، هي تتاخد عنها كرايتيريا، تمام، بس بهمني تتذكروا انه عنا ميجر كرايتيريا وماينر كرايتيريا. ما تحفظوا ايش الميجر وايش الماينر، يعني هاي الشغلات ليست لايكلي انها تجيكم، وحتى الدكتور نفسه يعني بالمحاضره ما طالبكم انه تكونوا حافظين هذا الجدول، تمام، بس بهمه تعرفوا اللي هي انه عنا زي ما حكينا كرايتيريا معينه عشان اشخص. شان كرايتيريا يعني مجموعه صفات وسيمتومز، اوكي، تكون موجوده وفيها تقسم لميجر وماينر زي ما حكينا هون again، يعني بالإندوكارديتس، أوكي، زي ما حكينا هون شايفين إحنا مثلاً بيتيكيا، أوكي، اللي زيها كلها عبارة عن إيش، برنج جوا بالبلد فيزلز، أوكي، ممكن نشوف عنا هون بالريتينا اللي هي سميناها الروث سبوت، ممكن برضو يصير عنا إنفارشن، أوكي، بالبرين، وطبعاً حتى على الميوكس ممبرينز، أوكي، ممكن ألاقي البيتيكيا very important. وايضا ايش ممكن زي ما حكينا بتوصل على اي مكان، ممكن توصل على الكيدنيز، اوكي، وبتعملي ايش برضو ممكن توصل على السبلين، بتعملنا سبلينوميجلي. فبالتالي الكومبليكيشن زي ما حكينا، اوكي، ممكن اذا وصلت عن الكيدنيز تعملي اجلوميرولو نيفرايتس، ما بيهمني تعرفوا تفاصيل عنها، راح تاخدوه بسيستم الجهاز البولي، تمام، بس تذكروا انها هاي اشي ريليتد للكدني، بصير عنا زي ايش انفلاميشن. اريثميا طبعا very 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 important topic عنا بال CVS، اوكي، اللي هي عدم انتظام بضربات القلب، انتظام ضربات القلب، طبعا راح اخذوه بالتفصيل بالفسيولوجي، اوكي، واللي هي اريثميا بانواعها كل الاشياء، اي باثولوجي برضو بالهارت، اوكي، اذا ما تعالج ممكن يعملنا ايش الاريثميا، ايش سيريس كومبليكيشن، ممكن يصير عنا ايش امبولايزيشن زي ما حكينا، بتوصل سيستميك، اوكي، اف ليفت انتريتد ممكن تكون فيتال، يعني سيريس انفكشن زي ما حكينا وسيريس ديزيز. طبعا اذا اخذوا ابروبريت لونج تيرم وبدها 6 ويكس او مور، يعني مش ديوريشن والله انا باخذ الانتيبيوتكس بس 5 ايام، لا، بحتاجوا لست أسابيع وأكتر، أوكي، هون ساعتها أو ممكن
اعمل valve replacement، شو يعني؟ يعني تغيير الصمام، تبديل، غيرت الصمام، تمام؟ هون ساعتها طبعا هتقلل mortality. طيب ننتقل الان نحكي زي ما حكيت لكم باول محاضره انه عنا احنا endocarditis الكوز تبعها مش بكتيريا، اوكي؟ ما عندي infection هون، فبالتالي بسميها ايش؟ non bacterial اوكي thrombotic endocarditis. عاده تذكروا انها سمول، تذكروا لما حكينا وصفنا البكتيريال والانفكتيف اندوكارداتس كانت شو؟ كانت فريابل وبلكي، تمام؟ عكسها تماما اللي هي النن بكتيريال بتكون ايش؟ سمول. بالعاده هدول بكونوا بهمني جدا تذكروا انها عباره عن فايبرين وبليتلتس. مهم جدا نعرف انها عاده بتصير عنا على البريفيسلي نورمال فالفز، يعني زي كأنها مين؟ زي كأنها ستاف، اوكي؟ يعني بتصيب عنا ايش؟ النورمال فالفز. زي ما حكينا هي عبارة عن شو؟ عن هاي الثرومبوتيك اللي بتعملها، اوكي؟ الغثرة عبارة عن فايبرين وبليتلتس، منطق صح؟ رح تاخدوا انتو بالهيماتولوجي، اوكي؟ بال HLS سيستم رح تاخدوا انه اهم اشي عنا لا يصير عنا التجلطات اللي هي مين؟ بحتاج انا للبليتلتس اللي هي الصفائح الدموية، وبحتاج مين؟ الفايبرين. very very important هدول عشان ايش؟ blood clots. وتذكروا انها ايش؟ small. وزي ما حكينا بانها على النورمال فالفز بالعادة بتكون مع الهيلثي بيرسونز، تمام؟ وعادة very 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 important هاي معلومة very important بشوفها مع مين؟ مع مرضى الكانسر، مع المرضى ايش؟ المالجنسي. ليش؟ لأنه already هدول شو بيكون عندهم؟ hypercoagulable state. شو يعني hypercoagulable state؟ يعني عندهم أصلا يكون عندهم أصلا high levels of platelets والفايبرين، أوكي؟ فبالتالي بزيد عندهم الكلوتس. هدول بسميهم نفسهم إيش؟ general wasting اللي هم اللي عندهم cancer. هاي جدا مهمة اللي بسميها المرانتك endocarditis. إذن شو هي المرانتك اندوكارديتس؟ اللي هي صار عندنا انا اندوكارديتس with ايش؟ الجنرال ويستنج كانسر بيشنتس. very 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 important بسميها ايش؟ المرانتك اندوكارديتس. وعاده زي ما حكينا انها ستيريل صح؟ من اسمها اصلا نن بكتيريال، فمن يعني هاي احكي لك مثلا من ضمن الاشياء مثلا all of the following are correct except، واحكي لك مثلا انه هون مثلا انت بتلاقي بكتيريا غلط، او مثلا it's not sterile، كل الاشياء غلط زي ما حكينا، تمام؟ it's non-destructive، non-destructive دائما يعني ما بتكون destructive زي ما احنا بنشوفها مع مين؟ مع الستاف اوريس والاكيوت انفكتيف اندوكاردايتس. وطبعا حكينا عادة بدي hypercoagulable states، اوكي؟ زي المالجنسي. وطبعا ممكن تصير ايش؟ clinically significant إذا هاي عملت ووصلت عنا على السيستميك، أوكي؟ circulation وصلت مثلا brain, heart, other organs. فبالتالي هاي الصورة هون طلعوا احنا هون عنا هاي leaflets، معناتها هاي عنا هون valve احنا، تمام؟ هاي كل الأشياء الحمراء زي ما احنا شايفينها، هاي هي عبارة عن شو؟ عن thrombotic ايش؟ endocarditis. بس هون طلعوا انها بس موجودة على اللاين، شو يعني at line of closure؟ هيك برضو كتير بحبوها انها بلاقيها على line of closure للفالف، اوكي؟ شو يعني؟ يعني هاي عندي انا الفالف مثلا هون بسكر، تمام؟ هون مثلا تكملته، فبالتالي انا بس بلاقيها هون، هاي حدودها، يعني ما بتوصل عندي الفالف وتعملي ايش؟ destruction ودامج، اوكي؟ الانديسي الثانيه بهمني تعرفوها مذكوره عندكم بالمحاضره اللي هي ليبمان ساكس اندوكارديتس. هاي عباره عن ايش؟ ايضا ستيريل، اوكي؟ يعني ما بلاقي فيها بكتيريا. فيجيتيشنز دائما بالانفكتيف اندوكارديتس، خلوا بالكم كلمه شو فيجيتيشنز، سواء كانت بكتيريال نون بكتيريال، كانت مع الليبمان ساكس، اوكي؟ فيجيتيشنز، اوكي؟ اللي هي هاي كلها الشغلات يعني طلعوا انتم هاي الفايندينجز زي ما حكينا، هاي النقاط الحمراء هيك انا نورمالي ما بلاقيها على الفالفز حتى لو كانت نان بكتيريال، فهي هي عباره عن الفيجيتيشنز. وكذلك الامر هون مثلا هاي كلها شغلات البنيه،
انا عاده ما بلاقيها على الفالف، تمام؟ فهي كلها عباره عن فيجيتيشنز، تمام؟ تستريل زي ما حكينا باللبن ساكس، اوكي، بالفالفز، اوكي، بالبيشنت. هدول مع مين؟ مع اللي عندهم سيستميك لوبس اريثروماتوسيس، اللي اختصار الاس ال اي. طبعا هذا راح تاخذوه، بس تاخذوا اللي الجهاز الحركي، تمام، اللي هي بتكون مع امراض المفاصل وال روماتولوجي يعني، تمام. فبالتالي وايضا بيهتموا في مين؟ الديرماتولوجي، تمام. فبالتالي الاس ال اي بس بهم تتذكروا انه هو عباره عن اوتو اميون ديزيز، اوتو اميون، وبيجي براش بسموها الباترفلاي زي هاي الصورة. طلعوا كيف هاي الصورة محطوطة عشان ايش؟ تذكروا اللبمان انها مع الاس ال اي. طلعوا كيف الراش تبعهم يكون عنده شكله زي الباترفلاي. طبعا بكون عملي سبيرينج النزوليبل فولدز. طبعا هاي شغلات تفاصيل ما بتهمكم، بس تذكروا انه اللبمان ساكس اندوكاردايتس عادة بشوفها مع مين؟ مع مرضى سيستميك لوبس اريثروماتوسيس. يعني حاطلك الكيس، تمام، حكالك البيشنت انه مشخص بسيستميك لوبس اريثروماتوسيس او اس ال اي، تمام، حكالك شو الموست كومون مثلا اندوكاردايتس صارت عنده، حيحطلك مثلا بكتيريال نون بكتيريال لمان ساكس، فبتختار انت اللمان ساكس لانه حكينا هي اللي بشوفها مع مين؟ مع سيستميك لوبس اريثماتوسيس. ممكن اذا شوي بده صعبها عليكم هحكي لك مثلا انه مثلا انت بس شفت البيشنت مثلا لقيت عنده مثلا باتر فلاي لايك ايش راش بالفيس، فبالتالي هاي اس ال اي، او حكى لك انه عنده اوتو اميون ديزيز، فبالتالي هو قاعد عم بحكي لك عن اللمان ساكس اندوكاردايتس. طبعا ممكن احكي لك انها هيك مثلا all of the following are red except، بحط لك انها مثلا it's a non-sterile، لا هي sterile مثلا، تمام. وهي زي ما حكينا بتكون صارت عندي consequence of immune complex deposition، why؟ because it's an autoimmune، اوكي، صار عندي انا immune complex زي ما بنعرف عندي antigen antibodies، اوكي، وهي الكومبلكس هي سبب وصلت عنا على الهارت وعملت لي الاندوكاردايتس. it can occur anywhere on valve surface، اوكي، ممكن توصل على وين؟ الأتريا والفنتريكل إندوكارديوم. طيب هلا هون محطوط عندكم أربع شغلات من ضمنها الثلاثة اللي ذكرناهم اللي هما الإنفكتيف إندوكارديتس والنان بكتيريال ثرومبوتيك إندوكارديتس واللمان ساك إندوكارديتس وأيضا الروماتيك هارت ديزيز، تمام؟ هدول جنرال كيف أفرق بينهم؟ الروماتيك هارت ديزيز بالعادة بيكون عندي أنا إيش؟ رو، أوكي، صف من إيش؟ سمول فيجيتيشنز، أوكي؟ زي ما احنا شايفين طلعوا هاي الصورة they are small، اوكي، هيك دائرة صغيرة كل واحدة فيهم small vegetations وباللines of closure للفالف. اذا very very important على لما نوصف الروماتيك heart disease اللي هي من برضو من الامراض مهمة جدا عندنا pathology بال CVS اللي هي بتكون عندنا ايش it's a row of small vegetations، اوكي، زي ما حكينا اشياء عندنا موجودة ما بلاقيها عادة بال normal valve، وين هاي تحديدا بلاقيها على line of closure تبع الفالف. ال infective endocarditis حكينا it's large، ذكروا bulky friable بتكون irregular، يعني ما بتكون صف، طلعوا كيف واصل invasion للفالف لجوا، اوكي، بتكون وين؟ على الفالف كسب. طبعا رح تاخذوا بالانتومي بالضبط شو يعني الكسب وكل هاي الشغلات، بس الفكرة انها ايش؟ تعمل extension وتوصل عنها الكورز، يعني وصلت لجوا، ما بتكون بس على اللاين اوف كلوجر. اللن بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس بتكون زي ما ذكرنا اتس سمول، اوكي، بتكون ايش؟ اتاتش برضو لللاين اوف كلوجر، يعني هون طلعوا كيف احنا على اللاين اوف كلوجر، صح، واتس سمول، بس هون الفكره انه ايش؟ ما عندي بكتيريا، اوكي، نو بكتيريا. الليبمان ساكس اندوكارديتس ايش بيكون عندنا هون؟ برضو سمول، اوكي، او ميديوم سايز، بس مش لارج وبلكي زي الانفكتيف اندوكارديتس، بتكون سمول، اوكي، بلاقيها ايذر على ايش؟ 1، اوكي، اون 1 اور ايش؟ بوث سايدز اوف فالف ليفلتس. طبعا الليفلتس هذول الخيوط، اوكي، ممكن الاقيها على واحدة منهم او على اكثر من واحدة، على اثنين يعني. طب ننتقل الآن ونحكي عن الميوكارديتس.
طيب احنا حكينا عن الاندوكاردايتس وحكينا هي الايش انا الجوه الموجوده تمام موست انترنال يعني بارت بالهارت اوكي الاندوكاردايتس اللي هي الاندوكارديوم صار عندها ايش انفلاميشن فاندوكاردايتس راح نحكي الان عن المايوكارديوم اللي هي عضله القلب بصير عندها انفلاميشن بسميها المايوكاردايتس شو الكاركترستكس اوكي بصير عندنا هون مجموعه كلينيكال فيتشرز اوكي عاده بيكون عندنا انفكشوس ايجنتس اوكي يعني عندي الانفكشن اند اور شو يعني اند اور انفلاماتوري يعني انا ممكن الاقي انفكشن وانفلاميشن نفس الوقت او ممكن الاقي ايش يا انفلاميشن فقط بدون ما يكون عندنا انفكشن primarily ايش targeting المايوكارديوم زي ما نحكي احنا مايوكاردايتس والانفلاميشن اونلي بدون انفكشن بلاقيها مع مين مع الكورونا تعمل لي ايش هنا المايوكاردايتس الكوزز بالعاده viral infections are the most common cause اذا اتذكروا بالاندوكاردايتس واحنا بنحكي حكينا مين للكوزز عندنا بالبكتيريا اوكي اذا البكتيريا هي الموست كومن كوزز موست كومن كوز قصدي بالاندوكاردايتس بينما الموست كومن كوز بالمايوكاردايتس هي الفايرال انفكشن هذول فيري امبورتنت وهي وبتجيكم كاسئله من الامتحان طيب شو الفيروسز الكومن برضو اني الاقيهم اللي هم الكوكساكي فيروس مينلي اي ان بي اوكي السيتومنجال فيروس الاتش اي في اللي هو الهيومن اميون ديفيشنسي فيروس والانفلونزا فيروس اوكي اذا عندي انا انفكشن بس they are non viral ممكن انا ايش بهم اللي تعرفوا تتذكروا البروتوزوا اللي هي التريبانوزوما كروزي فيري امبورتنت تذكروا اسمها وشو الديزيز اللي بتعمله اوكي احنا صح نحكي عن مايوكاردايتس بس تحديدا اذا كان هذا المايوكاردايتس كوز باي ذس بروتوزوا اوكي اللي هي التريبانوزوما كروزي بتعمل لي شاجز ديزيز تمام اذا ممكن يجيكم ببساطه شاجز ديزيز انه مثلا كوز باي الكوكساكي فيروس غلط انه مثلا كوز باي مثلا فيروس اوكي غلط انا حكينا بروتوزوا انها مثلا بتعمل لي مثلا اي اسم ديزيز بالحياه اوكي مش شاجز يعني فغلط اللي هي بتعمل ايش شاجز ديزيز شاجز ديزيز اسوشيتد وذ مثلا اورجانيزم اللي هي تريبانوسوما كروزي هذول هي عباره عن شو مايكرودايتس مثلا مش اندوكرودايتس وهكذا الامر ممكن يجيكم برضو التوكسوبلازما جوندي اوكي وممكن ايش التريكونوسيس اوكي اللي هي بتعمل لي موست كومون ايش هلمنتك اوكي ديزيز اوكي مايكاردي اذا بيجيك سؤال شو الموست هلمنتس مثلا اللي بتعمل لي المايكارديتس اللي هي مين التريكونوسيس ايش اوكي هيك بيجي السؤال يعني ما بدنا هون تعرفوا تفاصيل بس اتذكروا مثلا شاكس ديزيز لازم يخطر بالكم مين تريبانوسوما كروزي اوكي حكينا مثلا توكسوبلازما جوندي برضو بتعمل لي ايش انفكشن بالمايكارديوم اللي هي مايكاردايتس وطبعا هدول كلهم كوزز ايش they are non viral اوكي وطبعا من التريكونوسيس اللي هي كبحكي انا عن ايش هلمنتس طيب واخر واحده برضو جدا مهمه بتعمل لي لايم ديزيز اللي هي ايش اسمها البوريليا بيركدورفي فيري فيري امبورتنت تمام هي اتس نون فايرال بس هي بكتيريا very important اذا مثلا حكى لك انه اللايم ديزيز مثلا انها اتس كوزد باي مثلا بروتوزوا او اتس كوزد باي باراسايت او اتس كوزد باي هلمنتس كلهم غلط اتس بكتيريا بس اوكي او مثلا حط لك فيروس اوكي فهي اتس بكتيريا بهمني تعرفوا انها بتعمل لي اللايم ديزيز شو اسمها سمع حكينا جدا مهم تذكروا اسمها very important بوريليا ايش بيركدورفي very very important شاجز ديزيز تريبانوسوما كروزي اذا هدول حرام تغلطوا فيهم الامتحان very straightforward تذكر اسم الديزيز اوكي وتذكر الكوز تبعه وهذا طبعا هو البكتيريا هل هو فيروس هل هو بروتوزوا هل هو هلمنتز اوكي وحكينا شو الموس هلمنتز هي ايش تريكونوكوسيس اوكي النن انفكشس كوز اوف مايكاردايتس انتبهوا انا كل اللي حكيناهم فوق سواء كانوا فيروس سواء كانوا بكتيريا سواء كانوا بروتوزوا سواء كانوا هلمنتز كلهم they are ايش هدول انفكشن بس هدول انتيتي they are non infectious زي ما حكينا فوق بالاندوكاردايتس مش حكينا عنا الانفكشس انفكتيف اندوكاردايتس وحكينا ايش non infectious او non bacteria thrombotic endocarditis اوكي هون نفس الفكره بالمايوكاردايتس عندنا الانفكشس وفصلناهم سواء كان عنا viral وحكينا الviral هي most common cause انتبهوا اوكي هون عندنا برضو non infectious causes بالمايوكاردايتس شو هم اللي هم صار عندي انا اصلا already lesions associated with systemic disease of immune origin زي ايش
لما حكينا عن immune origins صار عنا immune complexes. تذكروا حكينا عن مين؟ عن lupus, systemic lupus erythematosus. اوكي polymyositis, برضو البوليمايوسايتس راح تاخدوها بالروماتولوجي. اوكي برضو هي برضو من الامراض المناعية. اوكي اللي بصيب عنا ايش من اسمها بولي يعني متعدد, ومايوسايتس يعني التهاب بنفس العضلات. تمام فvery important هدول they are autoimmune, فبالتالي بلاقيهم انهم causes يعملوا لي برضو مايوكارديتس زي ما كانت اللوبس بتعمل لي اندوكارديتس كان اسمها الليبمان. اوكي اذا هاي مهمة تتذكروا اللوبس صرنا حكينا عنها انها بتعمل لي الليبمان 6 اندوكارديتس وبتعمل لي مين مايوكارديتس صح. وبوث ان انفكشوس احنا قاعدين نحكي يعني بلاقيهم ستيرل. وايضا انتي جدا مهمه بالكوزز بالنان انفكشوس اللي هي الدراج هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. شو يعني؟ يعني البيشنت مثلا اوريدي عنده حساسيه تحسس من دواء معين, فممكن هذا يكون انه هاي ريسك انه يتعرض لايش النان انفكشوس ايش مايوكاردايتس. فيري فيري امبورتنت. وطبعا هون بأني بحكي انا عن هايبر سنسيتيفيتي والرجي وتفاعل. اوكي ومن درج يعني ممكن بالهيستوري عفوا يعني بالكيس يحكي لك انه مثلا هذا البيشنت اوكي مثلا عنده الرجي مثلا من بنسلين من دواء معين. اوكي وصار عنده مثلا الهايبر سنسيتيفيتي او مثلا كمان عنده الاي جي اي او يحكي لك مثلا ايزينوفيلز. كل هاي الشغلات بتدلك على ايش؟ انه انا عندي هايبر سنسيتيفيتي تحديدا لدرج معين, وبالتالي انا عم بحكي عن مين نان انفكتيف ايش مايوكارديتس ريليتد لانه هو اوريدي عنده دراج هايبر سنسيتيفيتي. فهمتوا علي؟ ايزينوفيلز او اي جي اي فيري فيري امبورتنت. طيب نجي نحكي شو المورفولوجي بيهمني بالجروس ابييرنس اللي هي اذا كانت اكيوت مايوكارديتس. اوكي اللي هي ممكن الفولمنت يكون عندي سواء نورمال او ايش دايليتد. يعني ممكن الهارت اشوفه عادي يعني الاستراكشر تبعه نورمال, او ممكن اشوفه ايش منتفخ دايليتد. بيهمني تعرفوا بالادفانسد ستيجز. اوكي شو بلاقي؟ بلاقي عاده ايش موتلد وذ بيل اوكي وهيموراجيك ارياز, يعني بلاقي فيها اشياء شاحبه وبنفس الوقت ايش نزيف. اوكي وممكن يصير عندنا ايش ميورال ثرومباي كان بريزنت. اوكي تكون على كل الوول. طيب عن مايكروسكوبيكلي بالاكتيف هذول فيري امبورتنت مهم. ما انا قاعده بحكي انا عن انفلاميشن بتعرف راح الاقي اديما. اوكي انترستيشل ايش انفلاماتوري انفلتريتس. طبعا احنا بنحكي عن انفلاميشن ضروري يكون عندنا الانفلاميشن. عندنا مايوسايت انجري, واهم شغله انه بيكون عندنا ايش ما انا حكينا الموست كومن كوز تذكروا حكينا فيروس فايرال. بالتالي شو السيلز المين اللي بلاقيها؟ they are lymphocytes. very very important انتبهوا. فاذا بيهمنا دائما لما تعرفوا احنا مثلا شو عنا الموست كومن كوز, فبالتالي اذا هيك سهلت حالك مثلا شو المورفولوجي اللي هتلاقيها مثلا دراج هايبر سنسيتيفيتي, شو السيلز اللي هتلاقيهم الايزينوفيلز. فهمتوا علي؟ فبالتالي احنا عارفين انه الموست كومن فايرال, فبالتالي مني راح الاقي الليمفوسايتس مثلا مش نيوتروفيلز. very important عكس لو كانت بكتيريال انا بلاقي ايش نيوتروفيلز. فهي جدا مهمة يعني الموست كومن الاقي ايش السيلز اللي هي الليمفوسيتيك انفلتريتس, فبالتالي بتعملي باتش بني بحكي عن ايش عن فيروس برضو. طيب طبعا بالعادة اذا البيشنت تخطى هالخطوة اللي هي الاكيوت فيز طبعا اللي هي الخطيرة, بالتالي ايش الليجنز شو بصيرها ريزولف يعني زي كأنه بطيب بتتحسن يعني, وما بصير عنا اي ايش سيكولي اي نتائج. اوكي او فايبروسيس ما بكون عنا هذا الشيء يعني خلاص زي كأنه عادي يعني هو تخطى قدر انه يتجاوز هاي الشغلة واموره تمام. طيب بنحكي الهيستولوجي. اوكي كيف بيكون؟ طبعا زي ما احنا شايفين طبعا كيف المايوسايتس في عندنا طلع كل هاي الانفلاماتوري سيلز. اوكي كلها كلها كلها, وبقى احنا شايفين مايوسايتس اوكي وشايفين الفلتريتس. انا بالعاده هاي كل السيلز ما بلاقيها, وانا بحكي عن مايوسايتس وبالتالي هاي ايش مايوكاردايتس. منطق ولا مش منطق؟ صح. فبالتالي هي عباره عن دنس ايش مونونيوكلير انفلاماتوري سيلز اللي هي الليمفوسايتس انفلتريتنج زي ما حكينا المايوسايت انجري صار عندنا بالمايوسايتس. طيب نيجي نحكي هون ماني انا شايفه الخلايا لونها ايش بينك, بالتالي انا قاعده عم بحكي عن مين عن ايزينوفيلز. فهاي بشوفها مع الهايبر سنسيتيفيتي مايوكارديتس. اوكي بكون عندنا ايش ايزينوفيلز هاي اهم شغله تتذكروها. وعندنا الشاغس مايوكارديتس حكينا اتس كوز باي وات باي تريبانوسوما كروزي. اوكي فبهمني تتذكروا ان اتس ان هاي البروتوزو انها عباره عن انترا سيلولر اورجانيزم. اوكي فبالتالي احنا زي ما احنا شايفين طلعوا كيف احنا هاي المايوسايت. طبعا احنا بنعرف كيف شكل المايوسايت
يعني بحكي عن مسل، هي بكون شكلها على الهيستولوجي اوكي، فهي جواتها اوريدي عندي اورجانيزم اوكي، فبالتالي انا لازم هون اشك بمين، بالتريبانوزوما كروزي، لانه زي ما حكينا ان انتراسيلولار اورجانيزم، وبني شايفه هون هارت وشايفه برضه انفلاميشن وانفلاماتوري سيلز اوكي، فانا بحكي عن مايكارديتس اوكي، اتس ا كومبايند باي وات انفلاماتوري انفيلتريت زي ما احنا شايفين اوكي، بلاقي برضه نيوتروفيلز لينفوسايتس ماكروفاجز، وايضا بلاقي فيها الايزينوفيلز. طبعا هيك بنكون خلصنا محاضرتنا الاولى اللي هي مين اللي حكينا فيها عن الانفكتيف اندوكاردايتس والمايوكاردايتس اوكي. بتمنى كل الامور تكون واضحه وسهله تمام، وان شاء الله المحاضره جدا تكون حلوه وممتعه لكم تمام، وبدي هيك تضلوا مبسوطين بالماده اوكي، وان شاء الله نطلع باعلى نسبه بالفهم وايضا الحفظ والاتقان، ونكون اطباء جدا ناجحين تمام، عشان تمستروا الامتحان وتمستروا تخصصكم، ولما تداوموا ان شاء الله بالمراحل السريريه. وبتمنى لكم كل التوفيق، اي سؤال انا جاهزه، ويعطيكم الف عافيه.